قل لأهل الذنوب والآثام قابلوا بالمتاب شهر الصيام، إنه في الشهور شهر جليل واجب حقه وكيد الزمان. قل لأهل الذنوب والآثام قابلوا بالمتاب شهر الصيام، إنه في الشهور شهر جليل واجب حقه وكيد الزمان. وأقلوا الكلام فيه نهارا واقطعوا ليله بطول القيام، واطلبوا العفو من إله عظيم ليس يخفى عليه فعل الله.